المستشار عبد الستار امام رئيس نادي قضاة المنوفيه. مساء الخير يا سياده المستشار. اهلا، مساء الخير يا فندم. ازاي ما عليك يا فندم؟ الحمد لله، الله يخليك تربيه. الحمد لله. انا عايز يعني افكر مع حضرتك بصوت عالي كده، وما اعرفش حاجه سمعت كلامي ولا لا عن هذه الازمه اللي حاصله. طبعا. انا سؤالي المحدد هو ايه سبب هذا الغضب العارم من السادة القضاة، اذا كان البرلمان بيقول والله نوايانا سليمة واحنا هدفنا الاصلاح ولسنا متغولين على القضاة ولا نريد ابدا ان نتدخل في شؤونهم وفي عملهم؟ تمام. تسمح لي انا اخد برضو من نهاية كلام حضرتك في السادة، كنت بتقول احنا في احوج شيء الآن، وقت يحتاج إلى حكمة، صحيح، وقت يحتاج إلى عقل، وقت يحتاج إلى لم الشمل وليس إلى الانقسام والتشرذم والاستقطاب. صحيح. في سلطات في الدولة، هذه السلطات لابد أن تتعاون ولكن مع احترام مبادئ موجودة في الدستور. تمام. فلو اتكلمنا في أول مبدأ موجود في الدستور يهمنا في هذه المشكلة، مبدأ الفصل بين السلطات. نعم. مبدأ اختصاص السلطة التشريعية بسلطة التشريع. نعم. مجلس النواب هو المختص بسلطة التشريع. طبعا. مبدأ استقلال السلطة القضائية، واعتبار مبدأ استقلال السلطة القضائية باعتباره من ضمن الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات. نعم. مبدأ مهم جدا أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها المنصوص عليها في المادة 185. أي. لما نيجي نتكلم على هذه المبادئ، نقول لما بنقول اختصاص السلطة البرلمان بسلطة التشريع، لابد أن يمارس البرلمان سلطة التشريع وفقا للمبادئ اللي اتكلمنا عليها. يعني رغم أنه هو المختص بالتشريع، ولكن في ذهنه مبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ استقلال السلطة القضائية، مبدأ أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شؤونها. الآن في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بمعنى الجهات والهيئات، الجهات المقصود بها القضاء، مجلس الدولة، المحكمة الدستورية، ودي لها وضع هنحكي عليه بعد كده. تمام. والهيئات القضائية، وهي هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. نعم. كل سلطة تختار رئيس. العمل بيجري على ايه الآن؟ القانون بيقول، قانون السلطة القضائية بيقولوا قانون الهيئات، انه بيختار بيتم ترشيح رئيس الهيئة من اقدم النواب ويصدر به قرار رئيس الجمهورية. نعم. لكن جرى العمل منذ سنوات طويلة واستقر على اختيار اقدم النواب ويتولى رئاسة الهيئة. نعم. يعني اقدم النواب في القضاء العادي هو في محكمة النقض يتولى رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى. نعم. أقدم نائب في مجلس الدولة يبقى هو رئيس مجلس الدولة. مفهوم، مفهوم. ميزة الأخذ بالأقدمية إيه؟ أيوة. نمرة واحد. أيوة. ولن يمنع المحاباة ويمنع الانقسام داخل الهيئة نفسها. الأقدم موجود. مفهوم. قد يقال إن الأقدم ده ربما ما يكونش عنده القدرة. أيوة. يا سيدي، الأقدم ده بيرأس دايرة، ورئيس دايره في محكمه النقض او رئيس دايره في مجلس الدوله، لا، قادر على انه يكون هو يدير شؤون مجلس الدوله ويدير شؤون مجلس القضاء، والا ما ينفعش رئيس دايره. كويس. طب ازاي ده رئاسه الدايره؟ مفهوم، مفهوم، مفهوم. طيب لما نيجي النهارده ونقول الاتي، طب يعني بيمنع بقى المحاباه، بيمنع الانقسام، وجرى العمل على هذا منذ سنوات طويله. واستقر. طيب سعادة المستشار، اسال سؤال صغير وهنا استنادا الى موقف الطرف الاخر مش رايي الشخصي. هو قال لك انه فكره الاقدميه فكره قد تمنع المحاباه والتحزب والشلاليه، فعلا زي ما حضرتك تفضلت، بس هي ضد فكره الكفاءه. يعني طبعا بعيدا عن القضاه، واحنا نفترض ونتوسم الكفاءة في كل قضاة مصر طبعا بلا استثناء، بس اذا خدنا مثلا الجهاز الحكومي والجهاز الاداري للدولة، الآفة الشديدة فيه هي فكرة الأقدمية دي، انها بتمنع الاكفاء من الوصول الى المناصب القيادية، وقد تجعل بعض غير الاكفاء هم اللي في المناصب القيادية. مظبوط. هذا الكلام تسمح لي بقى اقوله واختصر، بس ده ما ينطبقش على القضاء الشباب. اتفضل. لانه من يعمل رئيس دائرة، رئيس محكمة في محكمة النقض أو في مجلس الدولة، لا يمكن أبدا أن نقول ما ينفعش رئيس الهيئة. هو حالة واحدة اللي ممكن يكون صحته ده في الحالة دي، يقول لك خلاص أنت تتدحى عن رئاسة الدايرة
وفي نفس الوقت يتنحى عن هو اللي نفسه بيتقدم يقول انا بعتذر عن هذا المنصب. يعني السبب الوحيد هو الحالة الصحية بالضبط كده، لكن طالما هو بيرأس الدايرة لانه هو لو تعبان مش هيرأس الدايرة، وبالتالي هو بيتنحى عن الرئاسة. نعم. انا عاوز اقول الاقتراح المعروض بقى الان ايه؟ اتفضل. الاقتراح المعروض ان يتم يبقى نشوف برضه موقف مجلس موقف النائب العام وهو مش رئيس هيئه لكن بيختار ازاي، وموقف رئيس المحكمه الدستوريه. نعم. طبقا للدستور، الدستور نص على اختيار رئيس المحكمه اختيار نعم، ما هوش ترشيح. اختيار رئيس المحكمه الدستوريه من الجمعيه العموميه للمحكمه، الجمعيه اللي هو تجتمع زي تكون مجلس اعلى لهم، هي تختار ويصدر به قرار رئيس الجمهوريه بنص الدستور. نعم. كيف يختار النائب العام؟ النائب العام يختار من مجلس القضاء الاعلى. نعم. مش ترشيح، اختيار. يبقى اذا توجه الدستور اختيار من ثانيه واحده يا استاذ مصطفى. نعم. اختيار من بين ثلاثه، لا يختار من اقدم النواب. يعني نائب العام، يعني النائب العام الحالي كيف تم اختياره يا فندم؟ بيتم اختيار النائب العام بمعرفة مجلس القضاء الأعلى. يتم ازاي؟ اي نائب من نواب محكمة النقض او اي رئيس استئناف او النائب العام المساعد، اي واحد منهم، بس الفكرة مين بيختاره؟ مين بيختاره؟ الجهة بتاعته دي ماشية مع جوهر استقلال القضاء، وماشية مع جوهر المادة اللي بيقول كل جهة تقوم على شؤونها. يعني كل جهة تقوم على شؤونها معناها عدم التدخل في هذه الجهة. مفهوم. انا عاوز اقول حاجه بس، الاقتراح المعروض عيوبه ايه او هيعمل لنا مشاكل؟ طب قبل المشاكل يا استاذ مستشار، سؤال صغير، هل موقف حضراتكم ده متضامن فيه معاكم شباب القضاه، ولا يمكن يكون لهم راي مختلف شويه وشايفين ان فكره الاقدميه ممكن ما تبقاش معيار حاكم؟ بلا استثناء الجميع شباب القضاه. لسبب انا اقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. يعني نيجي نقول ايه، دائرة من الدوائر، هل يعقل أن يكون رئيس الدائرة ورئيس المحكمة أحدث من عضو في الدائرة؟ ما ينفعش. إذا كانت الدائرة مشكلة من ثلاثة أو من خمسة، هل ينفع رئيس الدائرة؟ ما هو ثلاثة دي الاستئناف والمبدئية وخمسة النقض. طبعًا. ينفع رئيس الدائرة يبقى أحدث؟ ما ينفعش. هل ينفع أن رئيس محكمة النقض اللي يختار يبقى قاعد معاه في المجلس أو في الدائرة، في مجلس القضاء أو في الدائرة بتاعته، من هو أحدث من هو أقدم منه؟ اصبح عرف الذي جرى في قوه القانون وهو اختيار، وده يمشي مع طبيعه العمل القضائي. طيب سؤالي الاخير يا استاذ مصطفى لو سمحت لي، ليه المجلس بيعمل كده؟ ليه مجلس النواب من وجهه نظرك بيعمل كده؟ الحقيقه السؤال ده يوجه لهم، لكن انا بس يعني كنت عاوز اوضح عيوب الاختيار، عيوب المجلس. لا، ما هو حضرتك قلت خلاص السلبيات والمثالب اللي ممكن تقع على الاختيار. لا ده انا عاوز اقول حاجه، لما تختار حضرتك يتم بيه، لما تيجي تختار، هو الاقتراح بيقول ايه؟ بيقول يتم ترشيح، يعني ترشيح ثلاثه من اقدم سبعه موجودين في كل جهه. شوف لما نيجي نختار بقى هتختار ثلاثه من اقدم سبعه، السبعه كلهم هيعملوا نوع من الاستقطابات. يا جماعه انا عاوز ابقى من ضمن الثلاثه. ما هو يبقى يعمل انقسامات طبيعي. كأنك عامل انتخابات بالظبط. اي دخلنا الانتخابات اللي بتمزق اي حاجه. وما ينفعش في القضاء. لذلك انا بقول الاتي. ايوه، اولا هيبقى اعتداء على السلطه القضائيه. انا بقول الاتي، انا عندي امل في ان مجلس النواب حينما يعرض عليه الامر في المداوله الاخيره عشان التصويت عليه، انه هنا يعلي المصالح العليا للدوله واستقرار والحفاظ على الجهات والهيئات القضائيه دون انقسامات ودون محاباه، لانك هتخش في اختيار الثلاثه من السبعه محاباه. تمام. واذا وافق عليه فبأناشد السيد رئيس الجمهوريه باعتباره الحكم ما بين السلطات، واعتباره يهمه الاستقرار، ويهمنا كلنا الاستقرار، هو محل ثقه كل الشعب المصري بما فيهم القضاء، انه يعيد هذا المشروع مره اخرى، او هذا القانون اذا وفق عليه مره اخرى للمداوله في مجلس النواب، لانه السيد الرئيس دائما حريص على استقلال السلطه القضائيه وعدم التدخل في شؤونها، ولا بد ان نكون نبني دوله القانون. مفهوم. مفهوم. سياده المستشار انا بشكرك شكرا جزيلا، وتحياتي لكل الساده القضاه.